طب ده اتعمل ازاي؟ رفع الروح المعنويه للشعب المصري واحسسهم ان دي فتره مؤقته وهتعدي. بالضبط، كان كله كان فاهم انك انت اهم حاجه انك انت تسترد الكرامه، ان الارض اللي اتاخدت دي ترجع، انك انت ندفع مهما ندفع لكن لازم ارضنا ترجع. ما بص، فكره ان المصري ده لما كان بيسافر اي مكان في العالم قبل 67 كانت راسه مرفوعه، كان احساس بالفخر وزاه. بعد 67 احس انه اخذ على غره، احنا اخذنا على غره، احنا انضربنا الساعه 8 وعساكرنا نايمه الصبح. الغاره الطيران اللي تم ده كانت كارثه كبيره وبشكل ضخم لينا. انت ازاي تستعد؟ انك انت تستعد لدرجه انك انت تعمل قواعد صواريخ على طول القناه، وتعمل حركه سياسيه رائعه، ازاي انك انت تحرك الصواريخ ده على خط القناه. اولا اتبنت قواعد، عشان تبني القواعد تبنيها ازاي في سريه، اتنين تحرك الصواريخ في سريه، وده جت عن طريق امريكا في شهر في يناير سنه 1900 وفي في 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 يناير 1970 قالت يا جماعه احنا عندنا حل ان احنا نتفاوض على السلام. طبعا الرئيس عبد الناصر كان الامر بص لا تفاوض الا بعد رجوع الارض. ففوجئهم ان هو في يونيو، في 5 يونيو 1970 بيوافق على مبادره لوزير الخارجيه الامريكي ويليام روجرز ان هو ايقاف الحرب ما بين الدولتين لمده 90 يوم 3 شهور، عشان ايه؟ تمهيدا للتفاوض لتطبيق قرار مجلس الامن 242 اللي هي بقى انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربيه لحدود 4 يونيو اللي قبل 5 يونيو. فالناس حتى سخطت وصارت، والبعض هاجموا ازاي تقبل هذا التفاوض، لكن كان هدفه ان هو جاب الصواريخ اللي هي سام 6 وسام 7 وسام 2 وسام 3 وسام 4، وعاوز يحركوا الصواريخ دول، تركبنا الصواريخ وعاوزين نحركها لقواعدها على شط القناة. طيب انت تحركها ازاي؟ يبقى زي لابد في قف حرب، لانك انت لو في قف حرب الطيران كل ما تحرك قواعد صواريخ هتتضرب. فسامح بروجرز دي لمدة 90 يوم لحد ما حركوا، واكتمل خط الصواريخ ده في 30 يونيو سنة 1970، وده عيد الدفاع الجوي، عيد ميلاد الدفاع، ومنه اتعمل استاد 30 يونيو بتاع الدفاع الجوي الموجود في القاهره الجديده. برضه عايز ارجع للوثائق اللي حضرتك كاتبها في الكتاب، وحضرتك كنت ماسك دار الوثائق القوميه. هل عندنا وثائق مميزه جدا ونادره موجوده داخل دار الوثائق، وحضرتك كمان مسكت الميكنه بعد كده؟ بالضبط. انا اقول لحضرتك حاجه، اولا احنا عندنا الوثائق المهمه والضروريه اللي هي بترصد اوضاع المجتمع المصري وكيف عملت الوزارات المصريه جميعها اثناء قبل الحرب واثناء الحرب وبعد الحرب. والوثائق دي اهميتها وضرورتها انها ايه؟ بتدينا حس الشعب المصري. مين الشعب المصري ده؟ يعني انت لما تفاجئ ان احنا لينا مصريين بيشتغلوا في شركه المقاولات المصريه العامه في اوغندا، بيبعتوا تبرع للمجهود الحربي بشهر من راتبهم. فتخيلي انا شهري بتاعي ده كامله ابعته ان انا متبرع بيه، ليه؟ عشان المجهود الحربي. لما تلاقي الناس الموجودين في باماكو في مالي الشركة المصرية المقاولات اللي بتشتغل هناك بيبعتوا نفس الوضع، لما تلاقي المصريين هنا جميعا يتهافتوا على ان هم يروحوا ويتبرعوا بجزء من راتبهم لهذا الموضوع، لما تلاقي انك انت على سبيل المثال انك انت تدير المسألة، عارفة لما تفاجئ انك انت اتهزمت في 67 وانك انت في كتير امور كتير عاوزه تتعمل، يعني سيب مثلا المهجرين دول ما ممكن كانوا يعملوا ثوره ومظاهرات، احنا مالنا انتوا دخلونا في حرب ليه؟ احنا ليه نتهجر وبيوتنا تتهد؟ اللي بتاع السويس والاسماعيليه وبورسعيد لما يقبلوا بنفس صافيه وراضيه ان هم ياتوا ويجلسوا في مجال في مدارس الابتدائيه اللي كانت حشوارهم وعملوهم مقرات ان هم يقعدوا فيها، او بعض الاماكن في الوحدات المحليه او بعض الاماكن، ويبقى فين موجود في الشرقيه او في الغربيه او في البحيره او في القاهره أو في الدقهلية، ناس اتنقلت وأكثر من مكان وجلست في هذا الأمر. ده محسوس بتاع الأمر، يعني لما تيجي دي جزء